أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. استنكرت قبيلة العربات حادثة اقتحام منزل عميد بلدية بنغازي السابق أحمد العربي وصفة العملية التي نفذتها مجموعات مسلحة بالعمل الإرهابي. القبيلة في بيان لها طالبت بالتحقيق مع كافة الجهات المسؤولة عما حدث للعربي وأسرته جراء الحادثة، داعية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وآمر ميليشيات الكرامة بالتدخل والكشف عما حدث للعربي. قالت صحيفة واشنطن بوست إن تغول الحكومة أو حكم الميليشيات في طرابلس أظهر ضعف الجهود الغربية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفتح المجال أمام تنظيم الدولة لكي يعيد وجوده في ليبيا وشمال إفريقيا. وأوضح مقال واشنطن بوست أن حكم الميليشيات يشكل ضربة قاضية للأمم المتحدة والجهود الغربية التي تعتمد على الحكومة المقترحة للانتقال بليبيا إلى دولة دستورية. كما أضافت الصحيفة أن الفوضى في طرابلس تساعد آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر على أن يثبت روايتها التي تقول أن هناك أمنا في شرق ليبيا بسبب القيادة العسكرية الناجعة كما يرى. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الألمانية نيليز أنانين على أهمية تبني موقف أوروبي موحد حيال الأزمة الليبية لتقريب المسافة في وجهة النظر بين فرنسا وإيطاليا وحول شكل المساهمة التي يمكن أن تقدمها ألمانيا بشأن الأزمة الليبية. قال إن بلاده لديها خبرتنا في إجراءات تحقيق الاستقرار والتوسط لتجنب النزاعات، وهناك العديد من الأشياء الملموسة التي يمكن القيام بها على الفور، ولكن لا يوجد حل بدون مشاركة الجهات الإقليمية الأخرى. دعت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كاركسي حكومة بلادها للتعامل بجدية مع قضايا الجنوب الليبي. وقالت كاركسي أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء إنه يجب الاستجابة لمطالب القبائل الجنوبية كونها منطقة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، فمنها يتدفق المهاجرون وبها مصادر الطاقة المهمة حسب قولها. وأوضحت كاركسي أن قبائل الجنوب يتهمون إيطاليا بعدم الالتزام بتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بروما في مايو 2017، وأن الحكومة لا تملك ردودا على هذه الاتهامات. وشددت المسؤولة الإيطالية على ضرورة أن يكون ذلك ضمن اهتمامات الحكومة في ضوء المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده منتصف نوفمبر في صقلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.